السلام عليكم. أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى هم حصيلة الاستهداف الذي طال صلاة العزاء عصر أمس السبت في العاصمة صنعاء. في الوقت ذاته سقط أطفال وأسر ضحايا لقصف التحالف في باجل بالحديدة. وقبل نحو أسبوعين استهدفت قذائف أطلقتها ميليشيا المخلوع صالح والحوثي تجمعا للمدنيين في حي بير باشا بمدينة تعز. وقبل هذه الحوادث وقعت عشرات الحوادث التي استهدفت مدنيين وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى. بين هامش الخطأ الذي يتسع في أداء قوات التحالف العربي والاستهداف الممنهج من جانب الانقلابيين، يواصل عداد الضحايا من قتلى وجرحى المدنيين الارتفاع دون توقف، مؤذنا باتساع نطاق المأساة. تلك المأساة التي تثير أسئلة ملحة بشأن ما إذا كانت النية قد توفرت لدى أطراف هذه الحرب في العودة إلى المرجعيات التي أوشكت أن تنجز أهم عملية انتقال سلمية للسلطة في المنطقة. وغداة مأساة صالة العزاء بصنعاء أطل المخلوع صالح يدعو اليمنيين في كلمة متلفزة إلى حرب جديدة على الحدود مع السعودية، ويحرضهم على مقاتلة الوهابيين التكفيريين في تصعيد لا يأخذ في الحسبان حجم التضحيات التي قدمها اليمنيون على مذبح النزعة السلطوية لحلف الانقلاب. عن الزيادة في أعداد ضحايا الحرب الدائرة في اليمن من المدنيين في ظل التجاهل التام للقانون الدولي الإنساني، نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام لكن بعد أن نشاهد بمعيتكم هذا التقرير. عداد الضحايا المدنيين لا يكاد يتوقف، إنها أسوأ ما أنتجته الحرب المفروضة على اليمنيين برسم الاستيلاء على السلطة ومصادرتها مهما كان الثمن. من صالة العزاء في صنعاء إلى مجزرة بير باشا يتسع مدى المأساة التي خلفتها جرائم الحرب التي لا تميز المدنيين عن غيرهم من الأهداف المنتقاة، والله وحده فقط هو الذي حفظ أرواح الآلاف من 3 صواريخ أطلقت من صنعاء على الجنازة المهيبة التي ودعت جثمان شهيد الوطن اللواء عبد الرب الشدادي في مأرب، بالتزامن مع خطاب لصالح تضمن كل مفردات التحريض على العنف واستمرار الفوضى. وحانت ساعة الصفر. لا تميز الحرب أهدافها على ما يبدو، لكن الواضح أن ثمة من لا يزال يتخندق ويقف على هذه التلال من المآسي ليدعو إلى التجيش لحرب جديدة على الحدود دون أن ينسى دعوة المجتمع الدولي لاستصدار قرار جديد لوقف حرب التحالف العربي على ميليشياته، فيما تقبع 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن بشأن اليمن دون تنفيذ بسبب إصرار حلف الانقلاب الذي يتزعمه على مواصلة الحرب حتى آخر ما تبقى لليمنيين من بشر وإمكانيات. من يكترث القانون الدولي الإنساني المهدر كما أهدرت كرامة الأبرياء من البشر في حزام الحرب والعنف الممتد من اليمن إلى سوريا. فالمدنيون في هذا الحزام لم يعودوا ضحايا على هامش الأهداف العسكرية، بل أهداف مباشرة في حرب لا تتوخى هزيمة العدو، بل كسر إرادة الإنسان ووأد حقه في الحياة في ظل السلام والكرامة. بداية مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي عبر السكايب من السويد نبيل البيضاني رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. مساء الخير سيد نبيل. أستاذ نبيل؟ أستاذ نبيل؟ مساء الخير والعافية أخي، هذا الخطا من لدي هاني، وشكرا لك وللشباب في الاستوديو أيضا للاستضافة. أهلا بك أستاذ نبيل. إذا ما بدأنا بالحديث عن القصف الذي استهدف تجمع مدني في قاعة عزاء كأحد اللحظات شديدة المأساوية، ما الذي تشكله هذه الجريمة بما توصف؟ حقيقة لا يجب أبدا أن نأخذ هذه الجريمة بنوع من الاستثناء، هي جزء من عدة جرائم. اليمن الآن تنتهك الإنسانية فيها من جميع الأطراف، يعني هنالك صحيح في اختلاف بالحجم لكنها أيضا ضد القوانين الدولية لحقوق الإنسان وضد القانون الدولي الإنساني. طيران التحالف لم تكن هذه المرة الأولى الذي يضرب فيها بهذه الطريقة، وأنا حتى اللحظة يعني للأسف نحن غير موجودين على الأرض في صنعاء، يعني موجودين لكن لا نستطيع أن نتحرك بحرية كمؤسسات حقوق إنسان نتيجة الضغوط، لكننا إن صح
أن طيران التحالف قام بهذه الضربة فلم تكن هي الوحيدة. طيران التحالف قام بعدة أخطاء وعدة انتهاكات، منها ميناء الحديدة 26 قتيل، أكثر من 60 جريح، في ميناء المخا أيضا في منطقة المخا 120 قتيل، في حجة أكثر من 116 قتيل منهم 24 طفل، في نهم 39 مدني 9 أطفال، في قرية عدر 12 قتيل 17 جريح، صنعاء فيها في المصنع البفك الشهير 10 إصابات، وفي الجوف 3 قتلى 7 منهم 7 أيضا جرحى ومنهم طفلين. نحن نتكلم الآن على ليست هي المرة الأولى للتحالف، التحالف قام بالكثير من الأخطاء وهذه الأخطاء لم تدرج حقيقة، ولا يوجد تحرك حقيقي لدى قوات التحالف في عدم تكرار هذه الأخطاء. في الجانب الآخر أيضا نحن للأسف عندما نتحدث عن انتهاكات الإنسانية نتحدثها ببعدها السياسي ونوظفها توظيف سياسي، للأسف اليوم حصل هذا التوظيف ونراه، ونعتقد أن هذا الشخص سيغطى لاحقا من عدة ضيوف لديكم، لكن الأهم في هذه أن لدينا انتهاكات ليست المرة الأولى، وأنا أستغرب الآن لهذه الحمية التي خرجت الاجتماعية أو حتى الإعلامية، لماذا الآن الحمية على هؤلاء القتلى دون غيرهم؟ التحالف إذا قلنا الآن فنبتعد عن مسألة السياسة ونتحدث في الحقوق، التحالف هل هي المرة الأولى الذي يقوم بهذه العمليات؟ إذا كان من يريد أن يوظف هذه العملية لكي يقوم بإنتاج مقاتلين للحدود، هنا هذه هي المسألة الأهم. أنا أتمنى ألا نوظف هذه المسألة إلا في حدودها الإنساني. أي شخص أو أي جهة أو أي دولة ستقوم بانتهاكات حقوقية في اليمن ستعاقب، المجتمع الدولي لن ينكر، لكن في الاتجاه الآخر نحن نرضى ونوافق أن يكون هنالك استخدام سياسي لهذه الدماء. هؤلاء ليسوا أكثر يعني الذي قتلوا رحمهم الله يعني أيضا ليسوا بأغلى من اليمنيين الآخرين، سوى أنهم قيادات في المؤتمر الشعبي العام، وحتى التساؤل الأهم في هذه القيادات الذي كنا نحن حتى كحقوقيين نحاول قدر المستطاع أن نصل إليهم لأنهم الأصوات الأنبل في داخل معسكر الحوثي وصالح. يعني للأسف هذه ما تم الآن في هذه المذبحة أنها ذبحت أيضا الأمل لدينا في تعقل المطلوب لدى الجهة الأخرى من جناح حوثي وصالح. لذلك أنا أعتقد أن هذه المذبحة تأتي أهميتها فقط في اتجاه سياسي، أما من ناحية الحقوقية ومن ناحية الإنسانية فاليمن تعرض لانتهاكات ليست فقط من دول التحالف وإنما أيضا من الحوثيين، ولدينا في الحوثيين كثير، في عمران أكثر من 225 قتيل، لدى 3000 نازح، في مأرب أكثر من مجزرة الأطفال، لدينا 8 أطفال قتلى و6 جرحى، في تعز في الوازعية 11 قتيل 7 أطفال، إعلاميا لدينا قنوات مغلقة، صحفيين معتقلين، لدينا انتهاكات بالجملة لدى الحوثيين أيضا، ولا يتحدث العالم ولا يريد أن يستخدمها حتى إلا في إطارها السياسي. للأسف نحن نعاني الآن، الوضع اليمني يعاني من الاستخدام السياسي للحقوق. الدماء هذه كلها دماء يمنية زكية، سواء كانت عند الحوثيين وصالح، سواء كانت عند التحالف في صف التحالف من الرئيس والحكومة. نحن نتمنى ألا يدخل التوظيف السياسي، وأن نحاول قدر المستطاع أن نوقف هدر الدم بقدر المستطاع. أنا لن أبحث هنا وأذهب وأقول لا أن هناك يحصل مفاوضات سياسية، لا، يجب أن تكون المفاوضات السياسية مبنية على حقوق الإنسان، مبنية على إيقاف الانتهاكات، هذه أول جملة يجب أن يناقشوها في مفاوضاتهم. للأسف هذا غير موجود، وحتى اللحظة لا يتحدث الساسة بلغة الحقوق ولغة الإنسانية. طيب برأيك في هذه النقطة أين تكمن الإشكالية في هذا التعاطي مع هذه القيمة الجوهرية، قيمة الإنسانية، قيمة المدنية؟ هل في تجاوز الأعراف التي اعتاد عليها الناس حتى في حروبهم، أم في يعني خروج عن نطاق الإنسانية إن صح التعبير؟ نحن تحدثنا عن هذا في كثير من اللقاءات. المشكلة الأساسية في اليمن هي فقداننا للقيمية السياسية. للأسف الساسة ما زالوا حتى اللحظة يتعاملون مع الآخرين، يتعاملون مع المجتمع بنطاق منفعي،
وليس بمنطق القيم والمبادئ. نحن حتى اللحظة نجد بكل سهولة من يتكلم عن الطرف أنه قتلاه سيدخل الجنة والآخر سيدخل النار، ولدينا أيضا انطباع أن الآخر قد يكون جيد، يعني إما أن تكون معي أو تكون ضدي، ولا يوجد مبادئ حتى الآن. إلا الآن نرى مثلا على سبيل المثال في المعسكر الشرعي يوجد هناك انتهازية، في المعسكر الحوثي حتى اللحظة سرقات وتعذيب، لدينا أكثر من 3000 معتقل داخل صنعاء لم يتحدث عليها أحد، لدينا تعذيب وقتل داخل عند الحوثيين في صنعاء لم يتحدث عنهم أحد، وعندما يقتل ناس في داخل مبنى لأنهم من المؤتمر الشعبي العام، ولأنه مكنة المؤتمر الشعبي العام قادرة على تحريك المواقع الاجتماعية والنفوذ الدولي وقادرة على الوصول للقرارات الدولية بسهولة، نتحرك معهم؟ لماذا لم نتحرك من قبل في كل الانتهاكات سواء من التحالف أو من غيره؟ هذا التساؤل الأهم الذي حتى اللحظة للأسف الساسة لا. في أحد المرات أحد المبعوثين الدوليين اللي قدم لليمن تواصل معي قبل سنوات، قال تخيل أننا وصلنا نحاول أن نتواصل مع القادة السياسيين للحديث عن المواضيع الإنسانية المتواجدة في اليمن، لم نستطع مطلقا أن نجعلهم يستوعبوا المأساة. يعني في ذلك الوقت كنا نتكلم على نصف الشعب يعاني من فقر مدقع في تلك الفرحان، يعني حتى اللحظة الساسة لا يتعاملون بأخلاق وبنوع من القيمية مع الشعب. الشعب هذا دماء، في الأخير أي شخص يقتل في أي مكان يجب أن يتحدث عنه السياسي ويغير موقفه ويثبت ويحاول قدر المستطاع أن يحدث نوع من التغيير حتى على الضغوط الدولية. هذه هي المشكلة العظمى، لكن الجميع سواء إعلاميين سواء حتى حقوقيين سواء ساسة، الجميع يتكلم بطريقة لا قيمية ويغير وجهه في كل لاحظة وكذا. هذه الجريمة مدانة سواء قام فيها التحالف أو لم يقم فيها، الجرائم الأخرى جميعها مدانة، وأي جرائم أخرى من الحوثة أيضا مدانة، ما زالت إلى الآن اليمن تنزف كلها، ويجب أن ننظر بنظرة إنسانية حقيقية للوضع اليمني. ما لن نستطع أن نصل إلى حل سيستغلوا دماءنا سيشفطوها جميعا، ولا نصل إلى حل، ولدينا الصومال كدليل. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ يوسف أبو راس، مسؤول التقارير الدولية في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من الرياض. مساء الخير سيد يوسف. مساء النور، حياك الله. مساء، شكرا للاستضافة. أستاذ يوسف، هذه الجرائم التي تطال المدنيين، عداد الضحايا الذي لا يكاد يتوقف، هل هو انعكاس لغياب فاعلية المجتمع المدني في البلد في ظل هذه الحرب التي تشهدها؟ شكرا على الاستضافة. في الحقيقة سؤال مهم جدا، هي بالأساس وأولا قبل كل شيء غياب المحاسبة الحقيقية للفاعلين أو للمنتهكين أو مرتكبي تلك الانتهاكات، وعدم وجود آلية واضحة وطنية للأسف الشديد موجودة ولكن لا تعمل على، هي في طور العمل الآن وأصدرت تقارير ورصد وتوثيق فقط، يعني أصبح دورها مثل أي منظمة مجتمع مدني تعمل على رصد وتوثيق فقط. المطلوب تفعيل دورها فيما يتعلق بالمحاكمات والعمل على دور والحكومة تساعد في هذا الجانب، أيضا العمل على تقديم المنتهكين سواء والمجتمع الدولي له دور أيضا في هذا الجانب، تقديم المنتهكين للمحاكمات عادلة ورفع ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون في تفعيل العمل أكثر من ذلك وليس فقط رصد وتوثيق. طيب كيف يمكن حدوث ذلك؟ كما ذكرت لك، العامل الدولي والعامل الوطني يلعبان دور كبير، سواء كانت الحكومة أو المجتمع الدولي، أيضا محكمة الجنايات الدولية مجلس الأمن، هناك قرارات بهذا الشأن، قرارات خاصة بما يتعلق بالمخلوع يجب أن تطبق، مصادرة الأموال إلى آخره، كل المنتهكين واللاعبين الأساسيين الروس الكبيرة المعنية بهذه الانتهاكات يجب أن تفعل قيمة الصادرة بحقها وتقديم الآخرين أيضا، لأن هناك قضايا الآن مرفوعة ملفات موجودة لدى اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاية في انتهاكات حقوق الإنسان حتى هذه الجرائم، لابد أن تتطلق إلى خطوة أكثر عملية وأكثر إلزامية وليس فقط مجرد التوثيق. طيب نعم لابد من الخطوة. نعم طيب أستاذ يوسف، لماذا هذه التقارير لا تأخذ حيزها من التنفيذ في إطار إنفاذ هذه العقوبات بحق هؤلاء المنتهكين عندما تصدر قرارات بحقهم؟ أقصد من ناحية قانون ملزم في نهاية المطاف للدول الموقعة عليه واليمن من إحداها، قانون الدولي الإنساني. نعم، غياب الإرادة السياسية سواء كانت المحلية والدولية بالأساس
المجتمع الدولي للأسف ينظر إلى اليمن كقضية على الهامش وكروت ضغط لقضايا أكبر، لقضايا إقليمية أكبر للأسف الشديد. القضية اليمنية ليست محورية في قضايا العالم، فبالتالي تعامل معها بهشاشة وبلا مبالاة صراحة. يعني الذي افترض أن كما ذكرت أن في قرارات دولية صادرة بهذا الشأن لا تنفذ ولا تطبق، اقتصاد شديد وأداء ضعيف كمان من جانب آخر، أداء ضعيف للحكومة من الأسف الشديد. طيب في تعمل على كافة المجالات الدبلوماسية والحقوقية وتفعل كافة الأدوات التي لديها للدفع قضية اليمن ورفع على كافة على أجندة كافة المنظمات واللاعب الدولية والإقليمية. طيب هذا الرأي يعني. طيب في ظل ذلك، في ظل هذا الضعف في وجود إرادة سياسية كما قلت، ما الذي يجب على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية أن تقوم به إزاء الحالة المأساوية الراهنة للمدنيين في البلاد، وإزاء هذه الجرائم المروعة بحقهم، سواء جريمة بير باشا، سواء جريمة قصف صالة العزاء، الجرائم في الحديدة وغيرها من الجرائم؟ للأسف الشديد المجتمع المدني هو الضلع الضعيف في المثلث الثلاثي الأضلاع، يعني الحكومة والمجتمع المدني والشعب. للأسف الشديد نحن دورنا كما ذكرت يعني ضعيف ومحدود بحسب قدرتنا وإمكانياتنا، يعني لكن لنا دور، ما ننكرش أنه لنا دور أيضا برغم ضعفه، في التواصل مع المنظمات الدولية لرفع تلك الملفات تلك القضايا، توثيقها، العمل مع الإعلام، لأنه دور كبير جدا عبر مثلا الآن مثل هذه البرامج أيضا تسلط الضوء على هذه الانتهاكات بالتعاون مع مضاوضة المجتمع المدني عبر رفع التقارير، عبر تدشينها ونشرها كما نفعل نحن في التحالف. يعني دورنا لكن كما ذكرت لك يقف عند هذا الحد. أتوقع أنه يكون هناك ذراع أو رافع عامل الجانب الحكومي وجانب عمل الدبلوماسي اليمن أيضا لدينا ملفات ترفع لديهم، لكن ما فيش تنسيق بيننا كمجتمع مدني وتنسيق بين الحكومة اليمنية، كتنسيق ضعيف يعني كوزارة خارجية أو وزارة حقوق الإنسان، ربما يكون من الخارجية، أعتقد لا يوجد تنسيق بالأساس يعني صراحة إلى حد ما مع وزارة حقوق الإنسان. نعم هناك تنسيق لا بأس به، فنحن نحتاج رافع لعملنا الحقوق أيضا. طيب أستاذ يوسف، باعتبارك مسؤول التقارير الدولية في التحالف اليمني، عادة كيف تتم عملية رصد حالات الانتهاكات بحق المدنيين وفق الأوضاع الأمنية المعقدة بداخل هذه البلاد وصعوبات التنقل، وفي حالات عدم سماح السلطات الموجودة على الأرض، ميليشيات الحوثي وغيرها، من دخول هؤلاء الراصدين وإجراء عملياتهم ببيئة خالية من الضغط؟ سؤالك مهم جدا ويحمل في طيات الإجابة كما يقال، لأنه فعلا حقيقة هذه أكبر التحديات التي تواجهنا احنا كتعالف يمني ومثلنا كبقية المنظمات الأخرى. لدينا راصدين في الميدان، يعني نحن نغطي حوالي 17 محافظة في اليمن، لدينا حوالي أكثر من 30 راصد ورافضة يعملون في الميدان في ظل تحديات صعبة جدا جدا، في ظل تهديد يعني حتى يطال حياتهم ويطال أمنهم وسلامتهم. رغم من تلك الظروف نعمل بقدر الإمكان على توثيق تلك الانتهاكات ورفضها عبر المعايير الدولية، ولدينا استمارات رصد تتضمن هذه آلية العمل، يعني لدينا استمارات تتضمن كافة البيانات المطلوبة، مقابلة الشهود، تصويرهم إلى آخره، هذه آلية العمل. في بعض الأماكن كما ذكرت لا يسمح لنا بالدخول، بل يفارضوا الراصدين وتعرضوا للانتهاكات أنفسهم ومضايقات. فبالتالي في هذه الحالة نكتفي برصد الحالة ونذكر ما مثلا التحديات التي تواجهنا. لكن بالتأكيد عمل ليس سهلا، عمل شاق وعمل، لكن احنا في سبيل صلح الضحايا ما نقدم، وما زلنا قدمنا تضحيات وما زلنا نقدم تضحيات، وبالأصح الذين هم موجودين على تماس مباشر مع الأوضاع في الميدان هم من يواجهون التحدي الأكبر في الحقيقة. ومن هنا نوجه لهم شكرنا كمنظمة وكتحالف، لأنهم من يقع عليهم العبء الأكبر. فالمسألة ليست سهلة بالتأكيد كما ذكرت. أشكرك يوسف أبو راس، مسؤول تقارير دولية في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى أستاذ نبيل البيضاني. أستاذ نبيل، في انطلاقا من هذه النقطة الأخيرة، نقطة الرصد، عندما يتم منع لجنة التحقيق من مزاولة مهامها بخصوص التحقيق في الجرائم التي تتم بحق المدنيين،
هل هذا يأتي أيضا في إطار انتهاكات بحق المدنيين مرة أخرى بعد أن تمت عملية استهدافهم سواء بقصف أو بغيره أو بقصف صواريخ طيران أو بصواريخ كاتيوشا إلى آخره؟ هل هذه عملية جريمة أخرى تمثل؟ هي ليست جريمة بقدر ما أنها أيضا شغل سياسي، كما قلنا التدخل السياسي في الحقوق هو ما أنتج الوضع الذي نحن فيه. لو استطاع الجميع أنه يبعد الضغوط السياسية والضغوط الإعلامية حتى على مسألة الحقوق والوقوف حقيقة كقيميا أمام الضحايا بأنهم متساوين، لما وصلنا إلى الوضع الذي نريده الذي رأيناه الآن. للأسف على سبيل المثال الانتهاكات الذي قام فيها الحوثي من بداية خروجه من صعدة حتى وصوله إلى صنعاء لم يتحدث عنها ناشط سياسي واحد أو حتى إعلامي، لم يسلط عليها ذلك الضوء ولم يتحدث فيها البعض حتى سقطت صنعاء. عندما سقطت صنعاء وبدأ الناس يبدأ الحوثي يأكل سياسيا كل الوضع ويحاول أن يكوش كما يقولوا ببساطة يكوش على المشهد السياسي، هنا تحركت المنظومات والمنظمات والأحزاب وبدأوا يستنكروا. طيب أين أنتم من بداية نزوله؟ الرجل فجر بيوت، ألا الآن حتى الآن أكثر من 600 منزل فجرهم، الآن لدينا تقرير سينزل نتحدث عن أكثر من 8 أو 7 مليارات ريال استهلاك هذه في ذلك التفجير، نتكلم على أكثر من 9000 أو 10000 إنسان تم تهجيره أو ترك، عندنا 3000 طفل، أكثر من 3000 أو 4000 امرأة. نحن نتكلم على حالة إنسانية دمر فيها الواقع اليمني هذا الحوثي. ثم الآن نأتي عندما نتحدث عن أخطاء التحالف نتحدث عنها في إطارها السياسي. يعلم الجميع حتى أقل أطفال من يقرأوا سياسة بأن هنالك استخدام دولي لملف الرصد اليمني، لملف حقوق الإنسان اليمني. ومع ذلك نريد كما يحصل الآن، يريد الآن يجيب منظمة دولية، المنظمات الدولية تأتي، يا ريت أن لديها هذه دعونا الآن في هذا الوقت لا تقوم بعملية رصد حقيقي في الميدان، لا ترصد إلا صنعاء والأماكن الأخرى لا تحضرها مطلقا. فكيف بالله عليك إذا صلحوا لجنة تحقيق دولية وبدأت تنزل للميدان، أين ستذهب؟ ما هي الأخلاقية التي ستنزل عليها؟ ستستخدم أيضا أمريكيا وسنعود للعب الدولي. أنا أتمنى أن نثق ولو قليلا في هذه المنظمات حتى السيئة حتى المستخدمة، أن نحاول أن نجعل هنالك نوع من الحرمة للقضايا الحقوقية وأن نتفهمها ونستوعبها وأن لا نقبلها. لا يجب مطلقا الآن التعامل مع هذا المشهد فقط هي أن الانتهاك حصل الآن في صنعاء وفي هذه القاعة، وننسى كل الانتهاكات الذي قام فيها التحالف من قبل، وننسى كل الانتهاكات الذي مارسها الحوثي من قبل. انتهاك انتهاك يجب أن ننظر إليه بعمومية لا بخصوصية للاستخدام السياسي. طيب هذه الجرائم المستمرة برأيك هل ستكون اللجنة الوطنية قادرة على إنجاز تحقيقات نزيهة حتى في أماكن سيطرة الميليشيا في حال فتح المجال لها؟ أنا أولا لا أعتقد مطلقا أن الميليشيا ستفتح للجنة التحقيق الوطنية، لأن المحاولات باءت بالفشل من قبل، وحتى اللحظة ما زال كل حتى نحن يا أخي نرصد كمؤسسة سان نرصد الضربات التحالف، ولم نستطع مطلقا حتى أن نتخاطب معهم أنهم يصل راصدين إليهم، ما زال متخوفين راصدين، بعد راصدين بعيد عن أماكن المواجهات لبيته 30 كيلو لا يستطيع الوصول إلى بيته خوفا من الحوثيين. لذلك أنا أعتقد أنها لن يكون سهل، والحوثيين معروفين، وأنا هنا لا أقول الحوثيين فقط وإنما المؤتمرين، لأنه الجناح الأهم الذي يعمل مدنيا ويعمل تحت الغطاءات الدولية وينسق ويعمل نوع من التشبيك، هؤلاء الجناحين لن يسمحوا مطلقا لطرف ثالث نزيه أو حتى حيادي يمني أن يصل لأماكن المواجهات. وقد رأينا كذلك يعني جميع التقارير التي خرجت إما في اتجاهين، ترصد التحالف فقط أو التقارير ترصد الحوثيين وصالح فقط. لم نجد أبدا حتى اللحظة تقارير نزيهة حقيقية واقعية تنتج لدينا بأرقام حقيقية على الواقع ما يفعله الطرفين كمسألة حقوق إنسان لكل اليمنيين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل البيضاني. نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نستأنف الحوار في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى السيد نبيل البيضاني رئيس منظمة سام للحقوق والحريات معنا عبر السكايب من السويد. أستاذ نبيل، كنا تطرقنا لموضوع اللجنة الدولية أو مسألة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات. الآن هذه اللجنة الوطنية الموجودة حاليا، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هناك من قد يرى أنها لن تقوم بفعل محايد إن صح التعبير. في هذه الحالة هناك من يطالب بوجود لجنة دولية محايدة شفافة نزيهة إلى آخره من الأوصاف تنزل على الأرض. ما مدى في هذه الحالة وفي ظل الوضع القائم الآن، ما مدى إمكانية حدوث مثل هكذا تحقيق؟ وكذلك في حال أن هذا الأمر صعب حدوثه، ما الحلول البديلة؟ الأول أنه حقيقة الآن في محاولة قدر المستطاع لتجريم هذه اللجنة ومحاولة استباق نتائجها. يعني حتى اللحظة لم نرى مطلقا ما الذي قدمه المجتمع الدولي لهذه اللجنة. تقصد اللجنة الوطنية؟ نعم، اللجنة الوطنية. أنا أعني اللجنة الوطنية للتحقيق لم يجد لديها دعم حتى اللحظة، لم يعاملها أيضا. عوملت من البداية بأنها يعني في جناح الائتلاء التحالف، وهذا غير منطقي مطلقا. هؤلاء يمنيين، حتى اللحظة لم نسمع منهم، فيجب علينا دعمهم قدر المستطاع وإعطاهم الفرصة. هذه الفرصة إلى متى؟ هنا يجب بعد هذه الفرصة أن نتحول إلى الموضوع الدولي. لكن ما يهمنا في النقطة وهي الأهم، أن هذه اللجنة، لجنة الحقوق، اللجنة الوطنية، لا تستطيع مطلقا إخفاء الواقع. نحن لدينا الآن واقعة موجودة بشهودها، يعني حتى لو حاولوا قدر المستطاع أن يزوروا في الحقائق، الشارع هو من الإعلام سيرفضهم. الوقائع تقول أن هنالك من التحالف ومن الحوثيين ومن صالح وأعوانه انتهاكات ضد حقوق الإنسان. كيف هي أعدادها حجمها؟ في الأخير هي انتهاكات، وأي منتهك سيتحول إلى الآن أو بعد 100 سنين أو بعد 100 السنين سيتحول إلى العقاب وسيلفظه التاريخ، والتاريخ لا يرحم. ما نقصده هنا الآن اللجنة الدولية التي ستأتي، ولا نحن نعتقد بأنها ستأتي كسوبرمان على الوضع الحالي. تعالوا نقرأ الواقع ما يجرى الآن في صنعاء. التقييم فقط الآن لجنة حقوق الإنسان سواء الفوضية ومن يعمل معها لا تقيم إلا صنعاء، لا تنظر مطلقا إلى عدن وتعز، لا يوجد لديها أيضا أي ممثلين داخل تعز ولا البيضاء ولا عدن ولا أبيان ولا في أي منطقة أخرى. كل الذي يعملون يعملوا الآن في صنعاء، ولا يستطيعوا مطلقا التحرك خارج صنعاء وفق قيود الحوثيين، بل حتى هنالك تقبل لقيود الحوثيين. هل أحد تكلم مثلا عن الإعلام وإسقاط القنوات؟ هل أحد تكلم مثلا عن متابعة الراصدين في صنعاء؟ هل أحد تكلم مثلا على التعذيب في صنعاء؟ لم نجد مطلقا إلا بيانات خجولة جدا، مع أنها هذه يعني إذا نظرنا للمقارنة بين انتهاكات التحالف وبين انتهاكات الحوثيين، التحالف ينتهك يعني نقول نوع واحد من أنواع الانتهاكات هي في القتل، الاتجاه الآخر يفعل جميع ما نصت عليه المواثيق الدولية من انتهاكات: تعذيب، قتل، اغتصاب، خنق المدن، قطع الإمدادات، السجن، التشريد، كل ما نتخيله كان يفعله الحوثيين. لم نجد المؤسسات الدولية والمجتمع المدني يتحدث بإنصاف حقيقة لإنصاف هؤلاء. حتى اللحظة نحن نقدم مثلا على سبيل المثال، نحن نقدم أوراق للناس الذي ذهبوا، وفي آخر لقاء لنا في جنيف الشهر الماضي كنا نحاول أن نقدم أوراق للجنة أو لجنة التحقيق الخاصة بالاختطاف القسري. كانوا يقولون لا يوجد لدينا في القانون الدولي حتى اللحظة أي نوع من السلطة لمتابعة هذا الأمر على اليمن، لأن الحوثيين لا يعتبروا دولة ولا نستطيع أن نتابعهم حتى قانونيا. تخيلوا هذا الخلل في المجتمع الدولي. طيب هؤلاء الموجودين الآن يعذبوا في السجون والمخفيين قسريين، من يتابع لهم؟ هذه للأسف الآن عندما نتحدث أيضا على اللجنة الدولية التي ستأتي وستحقق في اليمن، نستبق الأحداث. لدينا الآن في إرتيريا لجنة دولية لم تفعل مطلقا أي شيء ولم يخرج حتى قرارات، في ليبيا لم تفعل أي حاجة، في سوريا، لدينا في العراق، كلها لجنات دولية استخدمت الاستخدام السياسي، حتى أمريكا تضغط على السعودية والسعودية تخاف فتدفع فلوس أكثر. لكن المواطن اليمني لن يجد شيء. كل من يتحدث الآن حتى للأسف الناشطين السياسيين والناشطين الحقوقيين الذي يقفوا مع هذا الموضوع اللجنة الدولية، للأسف يعرفوا أنهم استخدموا استخدام سياسي للنفوذ الدولي، ومع ذلك يكتمون. يعني حتى اللحظة لماذا لا نرى المؤسسات الدولية الداعمة الحقيقية تتحدث عن انتهاكات الحوثية؟ لماذا؟
يعني حتى لا كله خجل. يعني إلى الآن التقارير الذي نصدرها لا تلقاها باك الرواج لأنها لا تتحدث مطلقا عن يعني لن تتحدث مطلقا عن الوضع اليمني بمقدرة أنه يستطيع المجتمع الدولي أن يفعل شيء. للأسف المجتمع الدولي كائن صنم حتى اللحظة، لا يعمل أي تحرك سوى أنه يريد استخدام هذه الأوضاع سياسيا كما يحصل الآن في سوريا. للأسف أي لجنة دولية ستأتي سيكون النتاج كما نراها الآن في سوريا أو ليبيا. طيب أنت تحدثت قبل قليل عن نقطة مهمة أن الإعلام لن يرحم أي من سيقوم بعملية مراقبة أو رصد في حال حاول الخروج عن ما هو دائر أو ما هو واقع. في هذه النقطة تحديدا كيف تؤثر وسائل الإعلام في نوع من التجيش وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، التجيش الذي قد يدفع إلى تشويش الحقيقة وعدم وصولها بشكل أمثل بالنسبة لي قواعد وأصول عملية الرصد الحقوقي برأيك؟ جميل جدا. أنا أتمنى أنه هذا السؤال مهم جدا، وأعتقد أنه كثير للأسف الإعلاميين والحقوقيين لا يعرفوا الفصل بين الإعلام والحقوق. للأسف الإعلاميين عندما يتخذوا أي قضية يقوموا بعملية يبحثوا عن الإثارة فيها، بينما الحقوقي لا يبحث عن الإثارة، الحقوقي يبحث عن الحقيقة بقدر المستطاع. الثاني الإعلامي يحاول أن يوصل للنتيجة بسرعة، بينما الحقوقي في الحقوق لا يبحث عن النتيجة بسرعة، إنما يندرج لديه إجراءات خاصة بالتحقيق، ثم من بعد التحقيق يوصل إلى مسألة الحكم أو حكاية المقاضاة ثم يخرج إلى النتيجة. لكن للأسف الإعلام أحيانا يعني حتى اللحظة لدينا مراكز خاصة يسموها مركز الرصد الإعلامي، أنا لا أعرف هذا المصطلح مطلقا غير موجود حتى في المنظومات الدولية. اذهب للمؤسسات الدولية لكل المنظمات الدولية لا يوجد حاجة اسمها رصد إعلامي، أو في مصطلح جديد لدى بعض المنظومات مسميها مركز الرصد الثوري الحقوقي. هذا لا يصلح مطلقا. أنت كيف ثورة وأنت في اتجاه معين ومؤسستك كلها منظومة واحدة ثم سترصد؟ هل سترصد مثلا عن ضحايا الحوثيين في مناطقهم؟ هذا المنطق للأسف، وعدم المقدرة للفصل بينهم جعل حتى قضايانا تذهب أدراج الرياح. منطق آخر سأتحدث منه لشيء أنا واجهته قبل أشهر، كان لدينا تقرير نحاول أن نصدره. هل تتخيلوا أنه حتى اللحظة لا يوجد صور عالية الجودة، ولا يوجد مصورين محترفين يصوروا الانتهاكات الخاصة بالحوثيين في مناطقهم، بل حتى اللحظة يحتفظ كل المصورين بالصور لهم كديكور يعني. وهذه يعني مشكلة كبيرة جدا. الحقوقي حقوقي والإعلامي إعلامي، الإعلامي يبحث عن وهناك إثارة. وهناك نقطة أن ليس كل الإعلاميين من يعني يبحثون عن إثارة، هناك إعلاميين يبحثون على الحقيقة في نهاية المطاف. اسمح لي أن نشرك معنا في الحوار المحلل والكاتب السياسي الأستاذ محمد جميح، الدكتور محمد جميح من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والعافية. دكتور محمد، ذكرت في كتابات لك أن عن مجرم حرب يدين جريمة حرب، ما الذي قصدته؟ هو أنا يعني كان مقال مختصر يعني على الفيس. اليوم مجرمو الحرب ينددون بما حصل في صنعاء بالأمس، وطبعا هذا ليس كلامي أنهم مجرمون حرب أو أنهم مجرمو حرب. حسن نصر الله يخرج من جحر مختبئ به ليندد بالجريمة التي حصلت في صنعاء. نظام الأسد يندد، والحوثيون ينددون ويدينون، وعلي عبد الله صالح وجماعته كذلك. هناك تقارير دولية موثقة، هذه التقارير ليست تقارير قنوات العدو كما يسميها الحوثي، تقارير دولية موثقة من أمنستي إلى هيومن رايتس واتش إلى غيرها توثق أن هؤلاء ارتكبوا جرائم حرب مع أطراف أخرى بالطبع. لكن عندما يأتي مجرم الحرب ليدين جريمة حرب حصلت، فهذا الكلام غير مستساغ، لأن مجرم الحرب ليس حقوقيا. مجرم الحرب عندما يدين جريمة حرب فهو إنما يريد أن يغطي على جريمته التي ارتكبها، أو أنه يريد أن يغطي على جرائم سيرتكبها، أو أنه يستهبل أو يستخف بعقول المستمعين أو المشاهدين أو الجمهور، أو أنه لا يحترم أصلا دماء الضحايا التي سقطت لأنه يسيسها لأغراضه السياسية كالذي يستثمر في بنك من دم. هذا الذي حصل اليوم والأمس عندما وقعت هذه المجزرة في قاعة القاعة الكبرى في صنعاء،
خرج بها الحوثيون عن سياقها الحقوقي إلى سياقات سياسية، وأرادوا بها أن يستثمروا لتحقيق نقاط ومكاسب سياسية. واليوم يعني الرئيس السابق علي عبد الله صالح يدعو إلى النفير العام. من هو الذي سينفر مع علي عبد الله صالح اليوم؟ يعني أكثر محافظات البلاد خارج سيطرته ولن يذهبوا معه إلى الحدود السعودية، وكذلك الحوثيون من سيأتي معهم؟ الإشكال هنا أننا عندما يختلط لدينا السياسي بالحقوقي، عندما يقوم السياسي بتزعم جانب حقوقي فهو لا يخدم الجانب الحقوقي، إنما يسيء إلى ذلك الجانب الحقوقي باستخدامه سياسيا، يسيس هذا الجانب الحقوقي لمصلحته وأغراضه هو السياسية. وهنا الخلل. ما حصل بالأمس لا يحق للحوثي أن يدينه، وليس لأنها ليست جريمة مدانة، بل هي مدانة، ولكن لأن الحوثي ليس الجهة المناسبة التي تدين، لأن الحوثي مجرم حرب. طيب دكتور علي عبد الله صالح ظهر في خطابه الأخير وكأنه وليدا لهؤلاء الضحايا الذي يشترك بشكل أو بآخر في عملية قتلهم، كذلك تحدث عن ساعة الصفر، تحدث كذلك الحوثي عن ذلك، وهناك كانت محاولة استهداف جنازة اللواء الشدادي. هذه الأمور كلها ماذا تحمل من دلالات سياسية لما يحدث للمدنيين على الأرض اليمنية؟ اليمنيون هم يدفعون فاتورة الحرب، والفاتورة الأغلى والأكثر الأعلى ثمنا هي فاتورة المدنيين، ليس في الحرب اليمنية وحدها ولكن في أغلب الحروب في العالم. المدني هو الذي يتعرض للخطر لأنه لا يتترس، لأنه لا يوجد لديه خطط لاتقاء الضربات، ولأنه ليس لديه سلاح يدافع به عن نفسه، فهو المعرض للخطر. الإشكال ليس في هذا، وإنما الإشكال أن الأطراف المختلفة أيضا توظف هذه المأساة وهذه المعاناة وهؤلاء الضحايا لصالحها. لا يمكن أبدا للحوثيين أن يدينوا الجريمة التي حصلت الأمس ثم يطلقوا صاروخا باليستيا على مشيعي جنازة وفي في 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 يشبه مجلس العزاء، وهم قيادة عسكرية ومدنية في محافظة مأرب اليوم. إذا كيف يمكن أن يكون لديك منطق حقوقي وأن تدين الجريمة في مكان أو في مدينة ولا وتستهدف بآليات محددة بنفس الآليات مدينة أخرى بصواريخ باليستية وفي مناسبة مشابهة، مناسبة موت؟ لا، هنا المعايير مختلفة وغير موزونة وغير منضبطة ولا تنطلق، ويكيل صاحبها بأكثر من مكيال. الذي يوغل على سبيل المثال في دماء إخواننا السوريين في حلب اليوم حسن نصر الله، ثم يدين ما حصل من 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 جريمة في صنعاء، أنا هنا كمواطن عادي كمتلقي عادي لا يمكن أن أستسيغ أن يدين حسن نصر الله ما حصل، لأنه أوغل بما يفوق أضعاف المضاعفة في دماء السوريين وترك إسرائيل وراء ظهره. أما النظام السوري فهذا حكاية أخرى، أن يدين نظام بشار الأسد جريمة في مكان ما في العالم فهذه قصة يحتاج لها إلى شرح طويل. لا يمكن أبدا أن يدين هؤلاء المجرمون جرائم حرب لأنهم مجرمون، فليدعوا المنظمات الحقوقية والإنسانية هي التي تقوم بهذا العمل. وإن كان في جانب كثير من هذه المنظمات الحقوقية للأسف الشديد أيضا يدخل الجانب السياسي تبعا لهوى الذي يرفع التقرير من الميدان، ولا يخلو أصحاب الميدان الموظفون لدى هذه المنظمات من أهواء سياسية، لكن يفترض فيهم أن يحيدوا هذا الهوى السياسي لحظة كتابة التقرير الحقوقي الذي ينبغي أن يكون بتجرد خاص معتمدا على أرقام وعلى وقائع وعلى أحداث وعلى صور وعلى توثيق. طيب دكتور محمد، وصلني الأمن الكنترول أن هناك بيان لآل الرويشان يدعو فيه قبائل خولان للتروي حتى معرفة ما حصل بالضبط، ويقول البيان أن ما جرى مؤامرة دنيئة. هذا كما وصفها البيان، ما تعليقك؟ أنا يعني قرأت في بعض وسائل التواصل، ينبغي ما دمنا نتكلم عن توثيق الخبر أن نتأكد أولا هل هذا صادر عن قبائل خولان، لأن المشكلة الآن مع كثرة وسائل إيصال الحقيقة ضاعت الحقيقة. يعني
هناك من يتعمد الاستيلاء في المال العكر، وهناك من يتعمد تشويش الجمهور، وبالتالي ما حصل بالأمس ينبغي أن يكون مدانا بكل العبارات واللغات، لكن لا ينبغي أن تصطاد فيه أطراف مختلفة من أجل توظيفه لمصالحها السياسية، ومن أجل خلط الأوراق لعدم إيصال الحقيقة للناس. هذا فيما حصل بالأمس جانب كبير من الغموض. تتحمل هذا الغموض سلطة الإنقلابيين في الداخل، عليهم أن يكونوا شفافين بدرجة كبيرة وأن يعلنوا للناس من هم بأسماء القتلى وأسماء الجرحى. إلى الآن والناس لا يعرفون إلا أن المرحوم عبد القادر هلال قد فارق الحياة، هذا الشيء المؤكد، والآخرون تكهنات. يعني ما هذا؟ هذا نوع من الاستخفاف بالضحايا، نوع من الاستخفاف بعائلات الضحايا، نوع من الاستخفاف بالجمهور باليمنيين. ينبغي أن يقولوا كيف حدث ذلك، ومن هم الذين راحوا ضحية ذلك الحادث، وأن يكونوا شفافين. هذه السياسة الحوثية التي تتعمد التعمية، سواء كان في تعاملاتها المالية في البنك المركزي اليمني، أو في ضحاياها في المعارك، أو في أمورها الاقتصادية الأخرى أو السياسية، هذه لا تنم عن ثقة مطلقة بالنفس، وإنما تنم عن اهتزاز ثقة، وعن ارتجاج، وعن ضبابية في الرؤية، وعن ضعف. لماذا لا يعلن للناس ما هو الذي يمنعهم من الإعلام بأسماء الضحايا الذين تفحمت جثثهم؟ لدينا إمكانيات الDNA والفحص، ولدينا أيضا أسماء وضحايا قتلوا وهم معروفون، لماذا لا يتم الإعلان عنهم؟ يعني على الأقل ليتقبل أهاليهم العزاء، ليواسيهم الناس. أما هذه السياسة التي تتعمد المزيد من الغموض على أساس أنهم جماعة محترفة وجماعة متمكنة ومنضبطة ولديها أسرار، نحن لا نتحدث عن أسرار نووية، أعلنوا أسماء الضحايا للناس من أجل أن ينال الضحية، من أجل أن ينال الميت رحمات الآخرين ودعاء الآخرين، ومن أجل أن يعزى الأهالي. أما هذه السياسة فأنا أعتقد أنها إما أنها تحمل أسرار معينة لا يريد الحوثيون إظهارها، أو أنه نوع من الغباء السياسي وعدم التعامل مع القضية بجانب إنساني بحت، مراعاة لشعور أهالي الضحايا. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أعود إلى ضيفي من السويد أستاذ نبيل البيضاني. أستاذ نبيل، ما الذي يجب على المجتمع المدني الآن وفق هذه الاستهدافات المتتالية للمدنيين في اليمن القيام به لوقف هذه العمليات، وكذلك لمحاولة تجنيب كارثة أكبر ربما فيما سيأتي من الأيام؟ حقيقة يجب أن نفهم أولا هذا مجتمعيا، أنا لن أخاطب فقط الناشطين الحقوقيين، أنا سأتكلم الآن على المجتمع ككل. يجب أن يعرف الجميع أنه كلما وثق الحقيقة كلما استطاع مستقبلا أن يقاضي المجرم. للأسف لدينا ما حصل، وأنا أشد على يد ما ذكره الأستاذ يوسف أبو راس، بأنه لا يوجد هنالك متابعة للمجرمين. يعني ما زلنا يعني فجأة علي عبد الله صالح يقتل الناس في يوم الجمعة، ثم نحاور هو ندخل معه في حوار، ثم يدخل حزبه مطلقا، والقادة الذي قتلوا وسفكوا دماء الشباب أصبحوا جزء من الحل السياسي. يجب علينا كل من قتل حتى في جمعة الكرامة، أي شخص قتل عليه فرد، أن يوثق متى وكيف، ويحاول قدر المستطاع أن يحارب في الدنيا كلها لكي يأخذ حقه. صدقوني بأن هنالك في العالم، هنالك في عالم حر، يعني لا تنظروا فقط إلى القوى النفوذ الدولية، ولكن في مؤسسات دولية نستطيع أن نتعامل معها ونوثق مأساتنا ومأساة هؤلاء الضحايا، ونوصل إلى الحقيقة، ونستطيع أن نتابعهم حتى للمحاكم الدولية. هذا أولا. الثاني، أتمنى من الإخوة الذي يعملون في الإعلام ألا يعني أن يتفهموا حقيقة ما معنى عملية الرصد الحقوقي، وما هي أطرافها، وما هي شروطها، ولا يجب مطلق النقل الذي نراه الآن. الآن عدد الضحايا في واحدة من الكتابات وصلت إلى 700، واحدة في تويتر كاتبة أنه في 2000 شخص كانوا في القاعة، مع أن القاعة لا توصل إلا ل 1300، والصور قبل هذا كانت تقريبا تحد بالمئات، وبينما بعدها كل القنوات بعضهم 70 60 100 120، راحت الحقيقة، وكل الذي تضرر المساكين اللي موجودين على الأرض ضاحت دماءهم. لكن إن قاموا الأهالي بتوثيق هذا الموضوع ومحاولة مطاردة هؤلاء من كانوا المذنبين والمنتهكين، سيصلوا، أنا أعتقد ومتأكد بأن هنالك في العالم سيصلوا إلى الحقيقة، سيصلوا إلى أنهم أن ينتصروا على المجرمين، وقد يحاكموا يوم من الأيام. أنا متأكد أنه يوم من الأيام سنجد علي عبد الله صالح والحوثي في السجن وفي محكمة قضاء
تحاكمهم وتحاكم قيض غيرهم. رئيس منظمة ساملي الحقوق والحريات نبيل البيضاني، كنت معنا عبر السكايب من السويد، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.